لا، أقل جدا من الحوادث. يعني احنا في عام 23 زين عندنا 23,019 حادث، مقارنة بعام 24 لحد الشهر الخامس 5,544، انخفاض واضح جدا بمعدل 44%. طبعا هذا الانخفاض له أسباب بالتأكيد. في بداية 23 يعني قامت مديرية الدفاع المدني بحملة كبيرة جدا للكشوفات، نعم، والتجديد على الكشوفات، إضافة الدعم الكبير من السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخلية، نعم، وكان سيد مدير الدفاع المدني على رأس الفرق التي يعني بهذه الدعم ببناء 100 مفرزة داخل بغداد والمحافظات، وكان حصة الكرخ 11 مفرزة نموذجية، وحصة الرصافة 12، نعم، والباقي متوزع على كافة المحافظات. شأن هذه المفارز أنه تصل بأسرع وقت لمحل الحوادث، إضافة يعني هي قيمة الدعم 50 مليار 25 لبناء المفارز، و25 للتعاقد مع عجلات حديثة.